انها تحاول ان هي تدي الثقل الاساسي للفردي. حتى القايمه اللي هي مطروحه القايمه المغلقه فيها مشكله انها يعني من لديه السلطه والنفوذ والمال هو اللي هيستطيع يعني يفوز بالبرلمان كمان، وده متعارض مع دور البرلمان في المرحله القادمه. احنا مش ممكن نبقى قانون مؤسس لبرلمان يذكرنا ب 2005 مره اللي هو البرلمان المصالح والخدمات وكذا، واللي هو بيبعد عن دوره في تاسيس التشريعات تتماشى مع الدستور اللي تم وضعه. فاحنا شايفين ان في اشكاليه كبيره بتواجه يعني تواجه الدور قادم للبرلمان، وانها بتسترجعنا او تستردنا لنفس النفوذ اللي كانت موجوده واللي اسست لدوله الفساد. لما بتكلم على تاسيس لدوله الفساد القديمه واستعادتها مره اخرى عبر قوانين وتشريعات واليات، دي اللي بنحاول ان احنا نقف في مواجهتها، انه احنا المفروض بنؤسس لمجتمع جديد، لدولة جديدة، لدولة تطهر نفسها. احنا عايزين ما حدث في الثلاث سنين اللي فاتت من احتجاجات ومسيرات وثورات تطالب وطالبت ونادت بقيم معينة، ان احنا القيم دي ان نؤسس ليها ونكرسها عبر التشريعات والقوانين والسياسات في الفترة اللي جاية. ما ينفعش ان احنا نؤسس لعكسها. التحالفات اللي هو امكانية منافسة التحالف ده في الانتخابات وتحالفات عمرو موسى ومراد موافي، الموضوع ده مازال ليس اعتقد ان دي حاجة لسه بتطرح النقاش فيها. الموضوع ده كلنا بنتناقش مع كافة الاحزاب، ما عدا الاحزاب يعني بالنسبة لنا احنا على الاقل، ما عدا الاحزاب اللي هي بتمثل النظام القديم ورجاله وبالتالي توجهه.